حلت جمعية الهلال الأحمر البحرينية من ضمن أفضل 50 جمعية وطنية حول العالم بعد امتثالها لكافة المعايير الموضوعية والمباشرة المعتمدة في جدول متابعة الاتحاد لأداء جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حول العالم. وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، قال الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر البحرينية الدكتور فوزي أمين بأن هذا الإنجاز الذي يضع الجمعية في مصاف الجمعيات الوطنية حول العالم. الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر منذ عدة سنوات أنشأ لجنة سميت لجنة الشفافية والنزاهة. دورها الرئيسي أن تراقب عمل مختلف الجمعيات، وهم عددهم 190 جمعية على مستوى العالم. يشوفون أدائهم، يشوفون نظامهم المالي الإداري، الشفافية في عمل تقارير سنوية وكذلك تقارير دورية. هناك 8 معايير يمشون عليها ويقيمون كل العمل وأداء الجمعيات. احنا حصلنا على رسالة من هذه الجمعية، من هذه اللجنة، تؤكد أن جمعيتنا استوفت كل المعايير هذه وصنفت من 50 جمعية التي استوفت هذه المعايير والتي تشمل النزاهة وتشمل الشفافية. وبالتالي احنا علمنا ان البحرين تعتبر الدولة العربية والخليجية الاولى في ضمن 50 جمعية هذه. الجمعيات اللي تحصل على هذه الاعتراف تكون مؤهلة ان ترشح نفسها للاتحاد الدولي في عضوية المجلس الاتحاد الدولي، وهذه ان شاء الله اللي احنا بنسعى عليه. فهذه يعني هناك جمعيات محدودة اللي حصلت على هذا الشيء، ف هذه بيأهلنا وبيدعم ترشيحنا لعضوية الاتحاد الدولي، وإن شاء الله البحرين تفوز ممثلة عن الخليج في مجلس إدارة الاتحاد الدولي.